اخبزي اخبزي. ما ادري وش لقى فيك يا العصله. يا رب يكون محمد. شوفي يا نورة، هذا أبوك الخاين رجع، لا هلا به ولا امرته المروحة. آمر يبا، بغيتني؟ إيه ارتاح. اليوم بالمسجد عقب صلاة الفجر كلمنا خميس عن لولو. بالمسجد؟ هو قال لي بجيك البيت أبيك موضوع، لكن ما جاء على بالي خطبة. قلت أقوت يعني معتاز بيزات، صكيت عليه لين حجة. زين وانت ايش قلت له؟ ما يحتاج، كل جلول وما تنفعكم. الله يشهد ان سيف غالي عندنا مثل السعود واكثر. عاد قلت له بخلي حصه تشوف له مره. لولو عاد سيف اخوها من صغرهم، ولا اخوه نعم فيه، لكن مو من ثوبنا، مو من ثوبنا ولا موجه.